صباح الخير البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيين بخير. المهم البنات، والله كديت نيدة المدرسة على الصباح، خرجت من المدرسة ديالها هذه، المدرسة ديالها، ودابا غنمشي ان شاء الله سلطان، الماركة ديال سلطان المعروف البنات اللي في تركيا اكيد غيكونوا عارفينها، كاينة في اي بلاصة. غنوريكم مين كناخد الكسكس المغربي اليوم. في الحقيقة شهيت الصفة بالكسكس، صفة بالكسكس. غنوريكم ان شاء الله الانواع اللي زوينين وشنو سميتهم بالنسبه للبنات اللي باقيين جداد هنايا في تركيا وما عرفتش الكسكس واش كيتباع ولا ما كيتباعش. وكنعرفوا بان انا كنتشهى شي واش ديال البنات، غنخليكم على البنات ونوريكم فين كاينه. بالنسبه للماركه اللي درت لكم عليها البنات هي هذه الماركه ديال سلطان، هي اللي غندخلوا ليها دابا ونوريكم فين غتلقاه متواجد. احنا وصلنا للماركت ديالنا. نشوفوا الكسكس ديالنا كما هو البنات. المهم هذا هو اللي كنت خديت من عندهم اخر مره، صراحه غزال. بالنسبه للكسكس سميتو كفته لك بولغور، غناخد منه جوج فعلا زوين. هذا كاين الاصفر كيف ما كتشوف، كاين هنايا واحد السمايلر، هذا الصفيفر البنات جربته غزال جا، وكتشوفوا بانه كاين هنايا حتى واحد الواحد اخر سميتو جوهره، حتى هو كنت لك بولغور، حتى هو سميده. المهم